السلام عليكم. من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين هو ملك عادل جاب الأرض من الشرق إلى الغرب. ذو القرنين كان رجل صالح، وقد اختلف في تحديد شخصيته الحقيقية، فبعض العلماء قالوا أنه كورش الأكبر، وبعضهم قال أنه اسكندر المقدوني، وبعضهم قال أنه اسكندر باني الإسكندرية. ولكن بعض العلماء ردوا على هذه الأقوال وقالوا إن اسكندر المقدوني لم يكن رجلا صالحا، كما ذكر أن ذو القرنين كان رجلا صالحا. لا يهمنا هذه الشخصية من هو، ولكن يهمنا ماذا فعل وما هي قصته. المهم أنه كان رجلا صالحا وحكم الناس، نشر العدل في الأرض. سمي ذو القرنين بهذا الاسم. يقال أنه كان له ظفيرتان، ويقال أن له كان قرنان، ولكنها أقوال ضعيفة. والقول الراجح أنه سمي ذو القرنين لأنه جاب الشرق والغرب وحكمه بالدعوة إلى الله، وكان لا يظلم أحدا، وكان مؤمنا بالله تعالى. ذو القرنين هذا الله عز وجل أعطاه القوة والحكمة وأعطاه الحكم في الأرض، فجال بجيشه في الأرض يدعو الناس إلى الله تعالى، حتى وصل في الدعوة إلى الله إلى الغرب، ووصل إلى عين حامئة كبيرة، أي المكان الذي وصل إليه جيش ذو القرنين كان حارا جدا، وقد كانوا يقولون أن الشمس تغرب في هذه المنطقة، كانوا يعتقدون أنها نهاية العالم. ويقال أن الشمس كانت تغطس في المحيط الأطلسي، فكان هناك قوم يعبدون الشمس من دون الله، فأعطى الله الثقة لذو القرنين. يقول الله عز وجل: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، اتعذبهم أو تعفو عنهم. اسمع ماذا قال ذو القرنين: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. حكم هذا الحاكم العادل أنه سيعاقب الظالمين، سيعاقبهم في الدنيا وسيحاسبهم الله عز وجل في الآخرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن من هؤلاء الناس سيكرمهم ويعفو عنهم. المهم، بعد انتهاء ذو القرنين من أمر الغرب توجه إلى أمر الشرق، أي من مكان ما تشرق فيه الشمس. هذه الأرض لا أشجار فيها ولا مرتفعات تحجب الشمس عن أهلها، فحكم في أهلها كحكمه على أهل الغرب. سبحان الله، كانت لديه همة عالية، وفي خلال دعوته إلى الله وهو يجوب الشرق والغرب وصل إلى قوم يعيشون بين جبلين أو سدين، وبين هؤلاء الجبلين فجوة، ويتكلمون بلغة غريبة غير معروفة وغير مفهومة. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. عندما وصل إليهم وجدوه حاكما قد أتاه الله الحكمة والعدل، فطلبوا منه المساعدة كي يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا منيعا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا مقابل بعض من المال؟ فوافق هذا الملك أن يجعل بينهم سدا، لكنه لم يرضى أن يأخذ مال ذو القرنين. أتاه الله حكمة من عنده، فاستخدم هندسة رائعة في بناية هذا السد. قال لهم: ائتوني بالحديد وائتوني بالقطر، أي النحاس المغلي. فقد قام بجمع الحديد ووضع هذا الحديد في الفتحة حتى تساوت مع قمة الجبلين، وأوقد النار عليها، ثم سكب عليها النحاس المذاب حتى يصبح أكثر صلابة وقوة، فسد الفجوة ومنع الطريق عن قوم يأجوج ومأجوج. وفعلا نجح هذا الملك الصالح في عدم دخول يأجوج ومأجوج، وإلى يومنا هذا يأجوج ومأجوج يحاولون حفر هذا السد، وكل يوم يحاولون تكسيره ولكنهم لا يستطيعون. هذا الملك الصالح برغم من أنه أوتي الحكمة لم يسكن في قلبه الغرور كبعض الناس، جال الشرق والغرب وحكم بحكمه العادل ولم يظلم أحدا، ودعا إلى الله عز وجل ولم يأخذه الكبر، فغير للأحسن لحكمه وشعبه. برغم الفتوحات التي فتحها وحكمه الشاسع، لم يكن هدفه أموال، ولم يقم باستغلال الأشخاص والجماعات، وإنما هو دعوة إلى الله. فهذه هي قصة ذو القرنين، وفي حلقات أخرى إن شاء الله سنتكلم عن يأجوج ومأجوج. فضلا وليس أمرا، ادعمونا باشتراك، لايك، وفعلوا جرس التنبيه كي يصلكم كل جديد.